الطلائع الجيش المغولي تزحف نحو غزنة، تزحف نحوها للاستيلاء عليها والقضاء على السلطان الجديد قبل أن تشتد شوكته. فاجأها جلال الدين بهجوم خاطف في عام 1221، فلم تصمد المغول له ولحقتها هزيمة كبيرة، قتل فيها 1000 رجل منهم، فكان لذلك أثر عظيم في نفسه استرد به ثقته وثبت قدمه. فلما التقى بقوات المغول الرئيسية، صمد لها في القتال وألحق بها هزيمة مدوية، وولى فرسان المغول الأدبار، وجنود السلطان يتعقبونهم بالقتل والأسر، وما كاد أنباء هذا النصر أن تصل إلى بعض المدن التي في أيدي المغول حتى عمها الفرح والبشر، وظنت أن ساعة الخلاص قد اقتربت فثارت في وجه المغول، وكانت هارات واحدة من تلك المدن، غير أن فرحها تحول إلى مأساة محزنة إذ قدم عليها جنكيز خان واستعاد سيطرته عليها.